schools.madrasati.sa. هنا رابط ولوج منصة مدرستي الإلكترونية. 1444 خطوات التحضير الإلكتروني وحل الواجبات وثبات الحضور. تحضير الدروس إلكترونيا عبر منصة مدرستي 1444 خلال الساعات القليلة الماضية ازدادت معدلات البحث بشكل كبير للغاية من قبل جميع الطلاب والطالبات والمعلمين في مختلف محافظات ومدن المملكة العربية السعودية عن كيفية الدخول إلى رابط منصة مدرستي الإلكترونية، حيث تعد حاليا منصة مدرستي الإلكترونية من أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، حيث استطاعت منصة مدرستي أن تحقق نجاحا كبيرا خلال الأعوام الخمس السابقة وتحديدا منذ انتشار جائحة كورونا في العالم في عام 2019. ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لجميع المعلمين في المملكة العربية السعودية خطوات تحضير الدروس إلكترونيا. منصة مدرستي 1444. أصدرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بيان رسميا أعلنت من خلاله اعتماد التحضير الإلكتروني لجميع المعلمين في مختلف التخصصات في المملكة العربية السعودية. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتعين على جميع المعلمين القيام بعملية التحضير الإلكتروني لكافة الدروس في مختلف المقررات الدراسية، وذلك من خلال الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية، حيث أكدت الوزارة أن المنصة سوف تتيج لجميع المعلمين القيام بعملية التحضير الإلكتروني، كما ستتيح المنصة لجميع الطلاب القيام بإثبات الحضور الخاص بهم وحل جميع الواجبات المنزلية المفروضة عليهم. خطوات التحضير الإلكتروني عبر منصة مدرستي 1444. القيام بالدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية من هنا. القيام بتسجيل الدخول عبر المنصة باستخدام حساب المعلم. القيام باختيار جدول الدورة من القائمة. القيام بتحديد الفصل المطلوب والدورة والفصل الدراسي. القيام بالضغط على مربع إضافة التحضير. الضغط على مربع حفظ.